تعد المنظومة الأمنية في أي بلد هي صمام الأمان للحياة العامة للشعوب، وإذا ما انعدمت أو ضعفت هذه المنظومة فإنه ستسود الفوضى وتتفشى الجرائم وتستباح الممتلكات، وهذا ما أرادته الميليشيا الإنقلابية عند إضعافها الأجهزة الأمنية عندما كانت تسيطر على هذه المواقع. اتبعت ميليشيا صالح والحوثي في حربها على مدينة تعز تفاصيل خطط محكمة ركزت بمجملها على الإدارات والمراكز السيادية ذات التأثير المباشر على مجمل الحياة العامة. فكانت الإدارة العامة لشرطة أمن المحافظة هي أول أهداف تلك الخطط التي باشرت بترجمتها على أرض الواقع بشكل فعلي في 23 من مارس 2015، أي في اليوم الأول لاجتياحها المسلح للمدينة. رافق ذلك تماهي للشرف العسكري لأغلب قياداتها البارزة آنذاك لتتم العملية بطريقة أشبه بتنفيذ دور تسليم واستلام بالمعنى الأدق. في شهر 3/2015 حضور مجموعة مسلحة من الذي تبنى الحوثيين، وقاموا بالسيطرة بطقومات من الأمن المركزي ومن الحوثيين، قاموا بالسيطرة على إدارة الأمن وإخراج موظفيها في حين، وأنا كنت موجود في هذه اللحظة في تاريخ 7، منعونا من دخول الإدارة وسيطروا على الإدارة. كان هناك من ينتمون لهذا المشروع، مشروع الموت في المؤسسة كما قلنا، فسهلوا يعني سهلوا لهؤلاء الوافدين من الخارج بالدخول المؤسسة والاستيلاء كلي على المؤسسة. الموالين للنظام السابق، الموالين للحوثة في إدارة الأمن، استطاعوا التنسيق معهم وسلمت إدارة الأمن للحوثة بطريقة بكل برودة. أكثر من 85 طقم داخل الإدارة، إضافة إلى الأسلحة الموجودة داخل الإدارة، سلمت إلى الحوثة بروح رياضية، وأصبحنا نطارد برجال الأمن وبأطقم الأمن وبسلاح الأمن. ضربنا نحن وهم خارج قدام بسمع على واحد من الأطقم، أول طقم أخذوه تمام، بعدين بلغنا مدير أمن هذاك الوقت أنه سلموا لهم الإدارة لمشرف المربع بليغ الشامي كان في ذلك الأيام، بعدين نحن رحلنا على طول. الميليشيات الإنقلابية تمتلك مشروع، والكل يعرف أنها تمتلك مشروع، لكن ليس مشروع حياة، مشروع موت. كانوا يخططون عليه أو فيه منذ زمان بعيد جدا، لهذا استطاعوا أن يصلوا إلى مفاصل يعني مفاصل الدولة بشكل عام، وللأسف ساعدهم آخرون للوصول لهذا الهدف من خلال التخطيط والسهر من أجل تحقيق هذا المشروع، المشروع اللي قلنا مشروع الموت. استطاعوا أن يخترقوا المؤسسات الدولة وأن يعني يصلوا إلى يعني مرادهم وما كانوا يتمنون. خطوات استباقية غير متوقعة تمكنت على إثرها ميليشيا الإنقلاب من إحكام قبضتها على أكبر منظومة أمنية على مستوى الجمهورية، فهي المسؤول المباشر على أمن وسلامة ما يقارب أكثر من 4 مليون نسمة يقطنون المدينة وأريافها. هنا أخذتها العزة بالإثم وذهبت لإخراجها من طور مهامها، وأطلقت العنان لصبيانها في ممارسة الجريمة ببزة رجل الشرطة وبمنظور أمني وأبشع صورة. أغلب القصة من التي تجدد هو
اولا اختطاف المواطنين، حجزهم، اختطاف الصحفيين، قتل المواطنين سواء بالقذائف او بالقنص، وما زالت تمارس القصف العشوائي حتى الان على الاسواق، على المدارس، على واكثر الصحفيين قتلوا في نتيجه ايش؟ نتيجه القنص او نتيجه القذائف العشوائيه التي قذفت بها الميليشيات الحوثي. يعني كانوا يدورون او يديروا الامن ويديروا المناطق التي تحت سيطرتهم بالارهاب بقوه السلاح. يعني كان لا يمتلكون قانون ولا نظام، ولكنهم يمتلكون قوه، ومن خلال هذه القوه استطاعوا ان يخضعوا كثير من البسطاء والقاطنين في محيطهم. ومارسوا عملهم الارهابي والتخريبي من داخل شرطه تعز باسم الامن. وعندما بدات الاشتباكات وبدات المقاومه اخفي ذابت حاجه اسم المؤسسه الامنيه، ذابت كلها تحولت الى ميليشيات، استخدموها ايش؟ كترسانة لهم وكقصف المواطنين وقصف المجمع القضائي وقصف بقيه الاحياء المدنيه. استخدموها ليش؟ استخدموها كموقع عسكري. كانوا لا يمنعون الجريمه فقط ولكنهم يمارسونها. قد الانسان في ايامهم كان ما يمارس الجريمه لانه في او حركته المعتاده كان يعني بسيطه جدا، لكنهم هم كانوا يمتلكون ادوات الجريمه وادوات ضبطها. مثلت الفترة ما بين مارس وأغسطس من عام 2015 القشة التي كسرت فيها ميليشيا الانقلاب ظهر المنظومة الأمنية في المدينة، لا سيما بعد أن مارست كل أساليبها الإجرامية والعبثية، ابتداء بتسريح شامل لأفراد الأمن المرابطين بأروقتها، ولحقتها بعملية نهب طالت مخازن الأسلحة الخفيفة والآليات الخاصة بالمهمات الأمنية من أطقم عسكرية وسيارات وأجهزة كمبيوتر ومعدات فنية ووثائق إرشيفية. شرطة محافظة تعز كانت تعتبر نموذجية بالتجهيزات في داخل بالنسبة لوزارة الداخلية، يعني أكثر من 85 طقم المتواجدين داخل إدارة الشرطة مع الدشكة، مع الأفراد المسلحين، المخزن مليء بالأسلحة، الذخائر كانت موجودة خاصة من بعد 2011 موين الجهاز الأمني بإدارة شرطة تعز بكل أنواع الأسلحة. قاموا بالاستيلاء وكسر مخازن الإدارة والاستيلاء على السلاح الخفيف وبعض السلاح اللي هو معدات رشاش وأربيجي، وقاموا بنهب محتويات الإدارة. شلوا أسلحة آلية كلاشان، شلوا أربيجيات، شلوا 12-7، شلوا حتى مضاد 23 ميمطا كان في عندنا موجود، شلوا سلاح كثير. أنهت الجهاز الأمني عدم، يعني ما تحصلش ميري أمن، ما تحصلش فرد أمن، ما تحصلش يعني ما تقدرش تحصل لا ضابط لا فرد لا مؤسسة أمنية. وعدمت كل الإمكانيات البشرية والغير كلها عدمت، يعني انتهت ذابت مع الميليشيات. من أبرز الإدارات الخدمية التابعة للإدارة العامة لشرطة أمن محافظة تعز والتي لم تسلم من العبث الميليشياوي، إدارة الدفاع المدني الملاصقة لها في المبنى اجتاحتها تلك الميليشيا ونشرت دباباتها على مداخلها، ومن ثم شنت عملية قصف واسعة على مواقع متعددة وآهلة بالسكان. والأهم من ذلك أنها سعت إلى تجريد هذه الإدارة من مهامها المرتكزة على مفهوم إنساني بحت تجرم القوانين الدولية المساس بها أو إيقافها في السلم أو في الحرب. الدفاع المدني عبارة عن مؤسسة خدمية تقدم خدمات إنسانية، إنقاذ، إسعاف، إطفاء. كانت في محافظة تعز بإمكانات غير مكتملة، لكنها كانت تقدم خدمات لا بأس بها للمواطن قبل الحرب. ما
نعمل مع الجميع، ما نفرقش ما بين هذا حوثي وهذا، كان عملنا عمل إنساني. أي منزل يحرق، أي جهة تحرق نتحرك طفيتها متباتك، يعني من غير أي تفرقة بأي شيء، لا نفرق بين أي جهة من الجهات. المرفق الحيوي بوزارة الداخلية بالدفاع المدني، لكن عندنا هنا الإدارة المهملة. يعني قلة الوعي لدى الأطراف المتحاربة، كانت الميليشيا أو المقاومة، عاملوا مع الدفاع المدني كأنه جهة وكأنه جهة محاربة، تعاملوا مع الدفاع المدني وكأنه جهة محاربة، بينما الدفاع المدني جهة خدمية إنسانية، والصح أنها تعمل في حتى في ظل الحرب أو في ظرف الحرب، لكن للأسف لم نسمح لنا من الطرفين أن احنا نشتغل في هذه الفترة. كان في دبابة قدام الباب هنا واقفة وتضرب لجولة الإخوة. في ذلك الأيام احنا مدير الأمن قال لنا الذي هم في الريف يروحوا، وروحنا. كعادة الميليشيا الإنقلابية التي لم تترك وراءها إلا الدمار والخراب، في المرافق التي تمر من خلالها مارست الميليشيا هذا النهج، وفي مبنى الإدارة العامة لشرطة أمن محافظة تعز، وما سلم من مرورها الفعلي أوكلت مهمة القضاء عليها لميليشيا رديفة لها هيأتها مسبقاً وسلحتها وأطلقت العنان لها بإكمال مشروعها التخريبي. وبالفعل استطاعت تلك العناصر أن تقضي على ما تبقى من محتوياتها، والمنظور هنا يفند القول ويوجز الوصف. طبعاً الفوضى اللي انتشرت بعد خروجهم لأنه تم يعني دخول بعض العناصر الخارجة عن القانون واستلمت أسلحة، وأنا لست مبالغا لو قلت لك أن الأسلحة التي استلمت بعضهم من من؟ من الإنقلابيين أنفسهم، سلموا أسلحة لبعض الناس من أجل أن يعيثوا في الأرض فسادا، أن يقلقوا المقاومة داخل تعز ويقلقوا أي بادرة أمل لإعادة الدولة وإعادة النظام. استلم ناس خارج النظام والقانون، استلموا الإدارة وما فعلوا بالإدارة أكثر مما فعلوا الحوثيين. دخلنا الإدارة ما وجدنا للكلاب والقطط داخل الإدارة، لا يوجد وائر، لا يوجد بلاط، لا يوجد شيء داخل الإدارة. ميليشيا التابعة لهم الذين يؤمنون بالإمامية والتابعين لعبد الملك الحوثي، وبعض المساندين لهم من أبناء من المتحوثين أو ضعفاء النفوس في كانوا ماسكين مراكز في الدولة. كان مخزن سلاح، هذا المخزن اللي هنا كان مليان من للباب سلاح، في موجود كان 14.5، كان موجود 12.7، موجود سلاح كلاشينكوف آلي، موجود قذائف بوازيك، موجود كل جميع أنواع السلاح كان موجود بالمخزن. حتى أننا دخلنا المؤسسة لم نجد طلقة واحدة في إدارة شرطة عام مدينة أو محافظة تعز، طلقة واحدة، يعني صفوها تماماً من كل محتوى، سواء كان يعني محتوى يعني أثاث أو محتوى يعني ذخائر أو أي محتوى يتعلق بالأمن تم تصفيته. واجهة أخرى وبأسلوب مغاير، امتدت أيادي العبث لتطال التجهيزات الفنية والمعدات والآليات الخاصة بإدارة الدفاع المدني التي ليس لها علاقة بالجانب العسكري البتة. أحرق منها ما أحرق ونهب ما نهب، ولم تبقى فيه سوى بقايا الآليات المتفحمة ومباني مدمرة وقلوب مكلومة. عناصر خارجة عن القانون استولت على المكان، على مقر إدارة الأمن، مقر الدفاع المدني، وتمت عملية نهب لكل محتويات المسلحة. تم عملية إحراق 2 من معدات الإطفاء، ونهب 2 بوابير، ونهب كل الإمكانيات الأخرى. يعني صار المكان كما تشوف عبارة عن ركام وخرابة. الآلة المعدات والله إحنا تفاجأنا أنها حرقت، من أحرقها العالم الله، ما إحناش عارفين لا من قبل أو من بعد.
الدفاع المدني كنا نمتلك معدات للدفاع المدني، لكن الذي ما استطاعوا يسرقوه أحرقوه يعني، وأنهوا الدفاع المدني يعني نهائيا، أصبح يعني لا نمتلك من الدفاع المدني إلا الحجار، والحجار أصبحت يعني متضررة. مؤلم إنه بيت الدمار، لما دخلت شفته غابة ذات البوابير محرقات، البابور لا حقي ولا حق مسؤول ولا حق مدير أمن ولا حق محافظ، حق الشعب. إيش يعني؟ يعني أنت تشوف لما تكون تعلقت بشيء زي ابنك ولا حاجة وجيت شفته، إيش بيكون؟ منظر محزن يعني. كانت لما أشوف البابور وهذا كأن حاجة مني، لأنه متعلق في بيه 33 سنة وأنا بالدفاع المدني، أجي أشوف الوضع هذا ما تقدرش تصف. في ناس يعني أنا عاد مسكت نفسي، في ناس بكوا. الأثر كبير، هناك خسائر بشرية حدثت قد ربما لا يشعر فيها الأخ، لكن يشعر فيها من تعرض لحريق أو تعرض لقصف أو تعرض كذا، هو من يشعر بالخسائر التي وجدت بسبب انعدام وجود الدفاع المدني. حجم الضرر الذي ألحقته ميليشيا الانقلاب في مبنى إدارة شرطة أمن محافظة تعز والمرافق التابعة لها كبيرة جدا. هذا ما أرادته على مستوى البنية التحتية، أما على مستوى المهام الأمنية فقد استطاعت أن تخلق واقعا مليئا بالتناقضات والاختلالات الأمنية. تعزز هذا الدور بشكل أكبر بعد أن اندحرت من مبنى الإدارة الرئيسي ومحيطها. هذا الأمر يؤكد لنا يقينا مدى الحقد الدفين لنشر الفوضى في هذه المدينة التي رفضت مشروعها الانقلابي. كنا قبل لا نستطيع أن حتى نرتدي البزة العسكرية، يعني هذا اللبس كان مستحيل تلبسه. السبب الرئيسي لما حدث من الانحلالات الأمنية هو ملحوثي، هو متعمد، هو يريد أن يحل محل الدولة، يريد أن يحل محل الأمن، يريد أن يحل محل القضاء، يريد أن يحل محل الجيش. يعني 4 أطقم 5 أطقم حوثي يريد أن يكون أمن وجيش لا وجود لأي شخص غيره، فقط أشخاص معينين أو شلة معينة تتبع الحوثي، هؤلاء هم الذين يريدون أن يحكمون اليمن مش تعز فقط. فما ما حدث في صنعاء، ما حدث في عمران، ما حدث في كل المحافظات، سيناريو هو أيضا نفس السيناريو طبق في تعز. أيضا في تعز كان أشد غلظة وأشد تشتات، لأنه تعز هي التي أوقفت المشروع الحوثي، فلذلك الحقد على تعز وخراب تعز. وهناك من لا يشرفنا أن نذكرها من أبناء تعز من ساهموا في نشر هذه الفوضى التي الموجودة داخل تعز. ليس لهم أي دور أمني حتى نتمكن نقول أنهم حمامات السلام، أو هم قمع وإرهاب وترهيب المواطنين وحجز المواطنين، وما زالت سجون الميليشيات تعق بآلاف المسجونين من أبناء الجيش الوطني والمقاومة وأبناء تعز حتى الآن. أما سياستهم هي سياسة قمعية، بحكمك او اقتلك. السياسه حقهم سياسه قمع، شحكمك او اقتلك. اذا لم تنصع لهم فهم ياخذونك على طول الى الحجز. اما انهم كعمل امني هم بعيدين عن الامن لكونهم ميليشيا. للعام الرابع على التوالي ولا زالت المنظومة الأمنية بمدينة تعز تعيش حالة من التشتت الذي فرضته ميليشيا صالح والحوثي جراء عبثها بأدواتها أثناء مرورها واستمرار حصارها وبث سمومها من مواقع تمركزها على أطراف المدينة في الوقت الراهن. هذه المفردات مجتمعة تعد بمثابة حجر واقف أمام الجهود المبذولة لإعادتها والنهوض بها مجددا. وجود الحوثي لهدم القيام، لهدم الأمن، لهدم الدولة، يريد أن يترك، لأنه المستفيد الوحيد من الفوضى هذه هو الحوثي.
دموي يجد العش بخراب بحرب واصل متواصل. إذا وجدت الدولة ضاع الحوثي أصلا، إذا وجد النظام انكمش الحوثي، إذا وجد الأمن لا يوجد الحوثي، فهو من مصلحتهم لا يوجد أمن ولا يوجد دولة، الفوضى هي التي تسمح لي لأن يعيش الحوثي. هي طبعا الآن الأمانة متعافي، لكن حتى تكون صحيحة تحتاج دعم بلا حدود، دعم بالمعدات، دعم بالتأهيل، دعم بكل معنى كلمة دعم. وسيرى منا الوطن خير إن شاء الله. يوشك العام الرابع على الانقضاء، ولا زال عبث الميليشيا الانقلابية في المنظومة الأمنية يراوح مكانه، والجهود المبذولة من قبل القائمين على إعادته لا زالت متواضعة في ظل سيطرة الميليشيا الانقلابية على المواقع الاستراتيجية والمنافذ الرئيسية في المدينة.